وأما من جاءك يسعى. السعي هو المشي الوئيد، المشي الوئيد، ويمكن أن يكون السعي أيضا المشي السريع، الاثنين مع بعض. زي السليم يطلق على اللذيذ ويطلق على المبرأ من اللذغ، الحاجة وضدها. وزي القر يطلق على الطهر كما يطلق على الحيض. وهذا كثير في اللغة يسمى بالأضداد. إذن هذا الرجل الأعمى جاءك يسعى وهو يخشى، أي يخشى الله. إذن الأصل في أهل الإيمان أنهم منكسرون لربهم الرحمن. الإنسان ما كانش يبقى متواضع ومنكسر لله إذن لا إيمان له، لابد من الانكسار. من طلب العلم للعمل كسره علمه، وربنا سبحانه وتعالى زكى العلماء تزكية عظيمة فقال إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء. وفي الحديث ألا أدلك بأول ذلك يرفع؟ قلت ما هو؟ قال الخشوع، حتى لا ترى لله خاشعا. إذن أمة الإسلام أمة تخشى الله، تخاف الله عز وجل. والخوف صوت يسوق الله عباده به إلى الخير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. والدلجة هي المشي بالليل، وعند الصباح يحمد القوم السرع عندما يسيرون بالليل، علامة الجد والاجتهاد. فما الذي يدفعهم أن يبذلوا الجد والاجتهاد؟ الخوف من العدو، الخوف من العدو. فالخوف هيجهم وحركهم، كذلك الخوف من الله عز وجل سبب لكل خير. قال ربنا سبحانه وتعالى في صفة الأنبياء أنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، وكانوا لنا خاشعين. وهنا قال ربنا عز وجل عن ذلك الأعمى، وهي أيضا صورة كل مؤمن مقبل على الله عز وجل وهو يخشى. وهذه جملة اسمية حالية، هو مبتدأ، ويخشى جملة فعلية خبر، والجملة الاسمية هي جملة حالية. وأما من جاءك يسعى وحاله أنه خاش لله. يبقى الإنسان لما يطلب العلم لا يطلبه طلب الاستعلاء، وإنما طلب الخائف من الله عز وجل، المنكسر لله، الحريص على ما ينفعه.